نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حضر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مراسم التوقيع على الاتفاق العالمي حول المناخ بحضور قادة ورؤساء وفود دول العالم. والرامي الى الحد من انبعاثات الكربون المتسببه في ظاهره الاحتباس الحراري وقام سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفه حفظه الله بالتوقيع على الاتفاقيه العالميه حول المناخ والتي كانت مملكه البحرين من اوائل الدول التي وافقت على هذه الاتفاقيه وشارك المجلس الاعلى للبيئه ممثلا عن المملكه في العديد من الاجتماعات والورش التي ساهمت في بلوره هذه الاتفاقيه العالميه وعرب الامين العام للامم المتحده بانكيمون في كلمه الافتتاح بمقر الجمعية العامة للمنظمة الدولية عن سعادته بهذا اليوم التاريخي وتوقيع وتصديق الاتفاق، داعيا المجتمع الدولي إلى تطبيق الإجراءات التي تقلل من المخاطر المناخية وحماية المجتمعات المحلية بالإضافة إلى الإجراءات التي تجعل العالم يتبع مساراً أكثر أماناً وأكثر ذكاء وتحويل اتفاقية باريس إلى عمل ملموس. وقال إن هذا الجمع التاريخي الذي يضم أكثر من 165 دولة لتصديق على اتفاقية واحدة يعد نقطة تحول هامة للأجيال القادمة ويهدف اتفاق المناخ إلى الحفاظ على متوسط الارتفاع العالمي لحرارة الأرض تحت مستوى درجتين مئويتين من أجل تجنب المزيد من العواقب الوخيمة لتغير المناخ